الشحيم عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم. إذن سأطلب المتكلمين وكيل ديال فاضل محمد الشحيم عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكبيرة التي متواجد في دورة 8. وأرحب أيضا بالإخوان الإعلاميين في كافة الوسائل الإعلامية المختلفة، وإن شاء الله نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. والصلاة Yeah, that's fine.